شونجمون ديال بركان غيدخل الكاس وفرحان. انا اللاعب الكاس اميل كاس كيعجبني ديما صراحه. والخروج بكر 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 الهلالي ودخول امين الكاس صراحه كان يرجع النيفو ديالو من لي ميليو الواعرين صح. كذلك خروج زكي الحدراف اللي كان تركز خروج حدراف وقيلا تصاب من بعد بيلانتي دوك كوش مونطال ما كذبش وقيلا نيت تضرب ودخول لاعب فرحان زكي الحدراف ومحسن يجور